قصص الحب كثيرة وقوتها تأتي من عمق المشاعر بين الطرفين. القصة التالية إحدى قصص الحب التي قد يتعرض صاحبها للحسد. فعندما تكون مصرياً حالفك الحظ أن تولد لأبوين يعيشان في الولايات المتحدة ويكون لديك شغف برياضة الفروسية، ثم تشاء الأقدار أن تلتقي بابنة أغنى رجل في العالم حينها في إحدى هذه السباقات، بالتأكيد الحظ قد ابتسم لك. لكن هنا نقف قليلا أمام حالة من الحيرة. هل هذه العلاقة قائمة على الحب أم أنها مجرد مصلحة؟ لو تتبعنا هذه القصة من بدايتها سيتضح أن العلاقة قائمة على الحب لا أكثر. قصة حب لأربع سنوات جمعت بين الفارس المصري نايل نصار وجينيفر كاثرين ابنة بيل جيتس أغنى رجل في العالم لأعوام ماضية. تكللت هذه العلاقة بإعلان خطبتهم، فنايل أعلن عبر حسابه على إنستغرام أنه تقدم بطلب الزواج من جينيفر وهي الأخرى وافقت، وأضاف: أشعر وكأنني الأكثر حظا وأسعد رجل في العالم الآن. بالتأكيد يا نايل أنت كذلك. أما جينيفر هي الأخرى وعبر حسابها على إنستغرام قالت: لا أستطيع الانتظار لقضاء باقي حياتنا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب معا. نعم، مليون مرة نعم. قبول ابنة بيل جيتس بالزواج من الفارس المصري نايل نصار جعل من قصته ترند على السوشيال ميديا العربية. بالتأكيد ردود الفعل لم تخلو من الكوميديا، من الحسد أيضا، ولكن لماذا؟ لنتابع بعضا منها. أولا، نعلم الآن أن عدداً من المشاهدين قد خطر على بالهم هذا السؤال، هذا بديهي: هل بيل جيتس ابنة أخرى؟ الإجابة نعم، تدعى فوبي. لكن قبل أن تتسرع في محاولة التقرب منها، لدينا خبر غير سار، وهو أن أبناء بيل جيتس لن يرثوا أموال والدهم الطائلة التي تقدر ب 110 مليارات دولار وفقا لمؤشر بلومبرج لمليارديرات العالم. السبب هو أن بيل جيتس تبرع تقريبا بكل ثروته للمؤسسات الخيرية إلا مبالغ بسيطة لتعين أبنائه على الحياة. فهل ما زلت تملك نفس الشغف للتقرب من أسرة بيل جيتس؟